الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في ترتيب كتاب الله عز وجل في سوره، سور المصحف، هذا ترتيب كما تعلمون توقيفي، يعني لا دخل لبشر فيه، وإنما الذي رتبه مع النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عندما أتى بوحي من الله سبحانه وتعالى بهذا الترتيب التوقيفي، ليس ترتيبا على زمن النزول، وإنما ترتيبا بأمر إلهي. إذا دخلت قريبا من منتصف القرآن تجد سورة الإسراء تسبق سورة الكهف، وسورة الإسراء من المسبحات التي تبدأ بكلمة سبحانه، يعني يا رب أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم تأتي بعدها وتليها في ترتيب المصحف سورة الكهف التي بدأت بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، الآيات. وتتعجب، في الإسراء تسبيح وفي الكهف تحميد، لأن التسبيح دليل على أن الله سبحانه كاملا في ذاته، والتحميد دليل على أن الله مكمل لغيره، يجبر النقص، يطعم الجائع، يشفي المريض، يفك الكرب، ينزل رحمته، يغيث الناس، يستجيب الدعاء، يغفر الذنوب، يفتح الأبواب، يصبر الناس، هكذا هو الرحمن الرحيم، فله الحمد. فالتسبيح بدأت به سورة الإسراء لأن سورة الإسراء كانت فائدتها الكبيرة في مفتتحها شيء خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لنريه من آياتنا. أما سورة الكهف فكانت لنا وله صلى الله عليه وسلم، لتنذر من كان حيا. القرآن نزل، فالإسراء صعود من أسفل إلى فوق، والكهف بالحمد الذي بدأت إنزال الوحي من أعلى إلى أسفل، وفي هذا تتمة النعمة التي تستوجب الحمد لله رب العالمين. أنا أريد أن أقف عند كلمة في الكهف، قيمة. ما هو القيم؟ كلنا يعرف ابن قيم الجوزية، القيم والوالي والآمر والحاكم الشفيق على رعيته، بكلمة قيم. فقيم هذه كانت مهنة، يعني مساعد الأمير قيم، والوالي الذي عينه الخليفة قيم،
فكيف يكون القرآن قيما؟ الأرواح الإنسانية كالطفل تحتاج إلى من يقومها ويهذبها ويرشدها ويشفق عليها. هكذا الطفل يحتاج إلى هذه الأربعة، يحتاج إلى التقويم بلين أو بشيء من الشدة أحيانا، تهذيب، وبعدين رعاية، وبعدين شفقة. لا بد أن يكون القيم شفيقا، لأن سبحان الله العظيم النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. وكان عمر يدعو الله دائما ويقول: اللهم لا تجعل لفاجر علي نعمة حتى لا أحبه. يعني واحد فاجر يعمل فيك معروف تضطرب لمحبته، وقد يذهب بك الشيطان ويقول: هذا الطبيب الغير مسلم أكثر حنانا في أتعابه وفي دقته أكثر من ابن عمي الطبيب المسلم. وهذه الطبيبة أو المهندسة التي لا تؤمن بوجود الله وتعبد بوذا أو غيره، سبحان الله، أفضل من المهندسة التي ضحكت علينا في كذا وهي محجبة ومنتقبة وكذا وكذا. فالشيطان يدخل بك هذا المدخل: اللهم لا تجعل لفاجر علي نعمة حتى لا أحب. قيما، القوامة أن يصير القرآن لك مقياس عمل. قصص خمسة شغلت 77 آية من سورة الكهف من 10 و100 آية منها، هذه 77 آية توزعت على القصص الخمس من أول الفتية إلى ذي القرنين، مرورا بصاحب الجنتين، مرورا بالخضر وموسى على نبينا الصلاة والسلام، مرورا بقصة آدم وإبليس. لما تجد يعني تنظر إلى سورة الكهف وأنت تقرأها، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. هؤلاء الفتية لما أراد النضر بن الحارث وأبو جهل التشكيك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى المدينة والتقوا بأحبار اليهود. فيه ناس تجهد نفسها وتنفق أموالها وتبذل جهدها وترتيبها في إطفاء نور الله سبحانه وتعالى. يعني عندما أقرأ عن تاريخ النضر بن الحارث أو أبو جهل أقول سبحان الله، يعيش بيننا في مجتمعاتنا النضر بن الحارث الذي يصد عن سبيل الله. لما يكون واحد مدير قناة تلفزيونية تبث على مدار 24 ساعة أفلام عارية وهو مدير لهذه القناة، وعندما أسأل عنه يقول أصلا كنت في عمره، يعني تطوف حول الكعبة ماذا تقول؟ اللهم ارزقني بأفلام خليعة حتى أعرضها على الناس، اللهم ارزقني بعري أكبر. أين القوامة هنا؟ أين القرآن القيم؟ سبحان الله، لما أجد بعضا من شبابنا عندما أزور الكليات والجامعات وسرواله كاد أن يسقط من حقويه، من قال لك إن مؤخرة جميلة حتى تظهرها لنا؟ يا أخي قلة أدب، مالوش أب؟ مات أبوه؟ خاله مات؟ أمه المحجبة سبحان الله، والبنت تلبس سروالا تذهب إلى الجامعة وضع أحمر وأخضر، نسيت أنها أباها سمح لها بالذهاب للمكان هذا للتعلم وليس للتجمل. لما يكون بنت من سن 15 تلعب في حواجبها وتنمسها وتقتلع سبحان الله. وقال العلماء: أي شعرة تقتلع من الحاجب قسرا تميت خلية عصبية من مخ وعقل الخالعة أو التي تشد هذه الشعرة. يقول سبحان الله، من 15 لغاية ما تتزوج كل مرة خلية، وهي أصلا ناقصة عقل أساسا، فبغير لما تتزوج الرجل يتعامل مع متخلفة عقلية، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. أقول المتخلف العقل الأساسي
الجد انجب بنتا ما نبهها، انجبت بنتا سارت على نهج امها. فهل هؤلاء القرآن قيم عليهم؟ قيما. النضر بن الحارث وابو جهل وعقبة ذهبوا الى المدينة وقابلوا احبار اليهود، اعطونا شيئا نعجز به محمدا عشان نوقف عند حده. قالوا اسألوه اسئلة ثلاثة، ان اجاب فهو نبي مرسل، وان لم يجب فهو رجل مدعي. ما اسئلتكم؟ قال اسألوه عن فتية هربوا بدينهم في الرعيل الاول، ما قصتهم؟ وعن رجل صالح ملك مشارق الارض ومغاربها، واسألوه ما هي الروح. عاد الوفد الحاقد وطرحوا هذه الاسئلة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال اخبركم غدا. والرسول بشر، لم يستثني نسي ان يقول باذن الله، يعني نسي ان دائما تذكر ان كل عمل بعد دقائق من الوقت الذي تتكلم فيه يجب ان تسبقه او تلحقه بان شاء الله رب العالمين، او باذن الله رب العالمين، او اذا اراد الله رب العالمين باذن الله. 25 يوما، وفي رواية 29 يوما، وفي رواية 15 ليلة انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهمية ان شاء الله، لأهمية باذن الله. الولد ابنك، الى اين يا ولدي؟ ذهب الى المحاضرة، وبعدين مدعو الى حفلة مع زملائي للتخرج، وبعدين سبحان الله اذهب الى المول مع اصدقائي، وبعدين اعود بالليل. يقول له ابوه قل ان شاء الله. يقول لماذا؟ السيارة معي والمواصلات معروفة. ويقول يا سبحان الله العظيم، كلمة ثقيلة على الولد، ثقيلة على الولد، ثقيل عليه ان تكلم معك بالعربية. كان عمر اذا لحن رجل امامه ضربه بالدرة، لحن يعني رفع المنصوب او جر المرفوع او، وكان ابن عمر كذلك. وكان عبد الملك بن مروان يقول ان الشيب قد عجل عليه لكثرة ارتقاء المنابر وخشية ان الحن في اللغة. طبعا هذا ما عليك من هذا الكلام، اعتبر نفسك ما سمعت شيئا. المهم نزل الوحي اجابة عن هذه الاسئلة، سؤالين في الكهف والسؤال الاخر ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيته من العلم الا قليلا، ليست في الكهف. فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. هل يا ترى القرآن لما يصير قيم هل نحن نتشبه بهؤلاء الفتية حتى ندخل كهف الإيمان مع المؤمنين بعيدا عن هذا التلوث؟ ليس دخول الكهف دخول جسدي، هذا كان دخولا جسديا لهم لكي يغيبوا عن الأعين. هل نحن نستطيع أن نأوي إلى كهف الإيمان مع علمائنا ومع دعاتنا مع كتابنا ومع شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن يضحك له زمن الغواني فإنا لا تحركنا الدفوف؟ أم نصير كتيم التي قال فيها الشاعر ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستنطقون وهم شهود؟ أو نصير كتميم التي قال فيها الشاعر تميم بطرق اللؤم أهدى من القطى، ولو هديت إلى سبل الرشاد لضلتي، ولو أن برغوثا على ظهر قملة أغارت يوما على تميم لولتي. هل نحن تميم أو تيم بهذا المنطق؟ أم أننا سبحان الله العظيم أناس نقرأ كتاب الله والقرآن قيم على أعمالنا؟ قرأنا في كتاب الله عز وجل أن حربا من الله ورسوله لمن يتعامل بالربا، آكله وموكله وشاهده وكاتبه، قال كلهم في الوزر سواء. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم مفسرا ان الربا 73 بابا، 73 باب،
الربا من الربا 73 بابا. وأربى الربا يعني أصعب درجة في الربا، أصعب درجة استطالة المؤمن في عرض أخيه، يعني الغيبة والنميمة والخوض في الأعراض وتنقص شأن الناس، وأن تعيب على أهل زوجتك وأن تعيب زوجتك على أهلك، وأن تنتقص من قدر جارك ومن قدر مديرك ومن قدر صاحب العمل ومن قدر الموظف الذي عندك، ويغتاب بعضنا بعضا، وعندئذ هذا هو أربى الربا. تخيل أنت تتعامل بالربا كل يوم ولا تريد أن تتوب، أين القرآن القيم عليك؟ أما نصحك القرآن يعني لا تطع كل هماز أو لما ويل لكل همزة لمزة، هؤلاء لا يجب أن نطيعهم الذين يهمزون الناس ويلمزون أعراض الناس من أمامهم ومن وراء ظهورهم. لماذا لا تغلق شاشة من الشاشات أو قناة من القنوات تراها تبث سوءا أو سموما أو فتنة بين الناس أو تقويضا لأمن المجتمع أو إساءة وعرض أفكار ما أنزل الله بها من سلطان؟ لماذا لا تقوم بأنك تدخل في كهف الإيمان لكي يكون القرآن قيم عليك، قيما قيما، حالة تكون القرآن أن يكون قيما عليك في كل أمر من أمورك. قل قبل أن تذهب، هل يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى هذا المكان؟ هل يرضى الصالحون أن أجلس أمام هذه الشاشة؟ هل يقبل الصالحون من قومنا أن أفعل كذا أو كذا؟ هل إذا وجد الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسنا هل يرضى بغيبتنا لبعضنا البعض وانتقاص بعضنا البعض وعدم رضا الصغير ولا الكبير؟ هل يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يرى ولدا من أولادنا أو بنتا من بناتنا لا يعجبه كلام الأب ولا الأم فيسرق باب غرفته خلفه وينتظر حتى يتودد الأب والأم لإخراج الديناصور المتنمر مرة أخرى من غرفته كي يتودد إلينا أو يتودد إليه حتى يكلمنا؟ ألم نصل إلى كما قلت لكم من قبل وكثير من البيوت إلا من رحم ربي أننا كنا جيل كنا يقبل جيل كان يقبل يد أبيه وأمه ورأس أبيه وأمه وقدم أبيه وأمه، صرنا جيلا يقبل يد الولد والبنت وربما قدم الولد والبنت أن يرضى عنا. علامات ساعة، أنت تقول ما هي ساعة؟ هذه علامات ساعة. والله إن بعض الأحيان أرى أن بطن الأرض خير من ظهرها، أن يعيش الإنسان الأب يعيش ذليلا عند ابنه وابنته لأنه ما أفهمهم ما هي حدودهم، لم يتق الله في المال الذي جاء به، لم يتق الله في أمه ويرعاها، وهي لم تتق الله وإنما فضحته عند كل العائلات والأسر والمدينة بأسرها. هل هذه الأسر القرآن قيم عليها؟ هل أو أما آن لنا ونحن نقرأ سواء سورة الكهف أو غيرها أن نصير القرآن ميزانا لنا؟ بالله عليك أنا أتساءل معك وأنت تجيب نفسك وأنا أيضا يجب أن أجيب نفسي. آخر مرة بكيت أنت فيها وأنت تصلي خوفا من الله؟ متى دمعت عيناك عندما قرأت آيات كتاب الله؟ متى اقشعر جلدك عندما مرت عليك آيات النار؟ متى استشعرت نسيم الجنة وأنت تقرأ قد أفلح المؤمنون؟ متى استشعرت وتقول الآيات التي تصف وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 13 صفة؟ هل تابعت كل صفة منها؟ هل أنا في هذه الصفات؟ هل أمشي على الأرض هونا؟ هل أسمع نصيحة زوج أو زوجة أو ولد أو بنت أو جار أو موظف بسيط أو إنسان، أم أنني أتكبر فلا أرى إلا أنا؟ يعني سبحان الله العظيم، هل عندما أقرأ كتاب الله ينطبق علي هذا القرآن حتى يكون القرآن قيما علي؟ فلماذا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه؟ اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عندما تقف الاستماع إلى الحوار بين الرجلين، هذا صاحب الجنتين وهذا أخوه الفقير، عندما تسمع المكاند المعاند يقول وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أنت تكره هذا الرجل، تكره أعماله، تكره أقواله، لا تقبل هذا الكلام، لكن هذا كلام لساني، لكن كلامك العملي عندما يدخل ابن عمك معك في نقاش، وابن عمك هذا موظف على قدر حاله، يعني يرتزق بدرهمات، ولكن أنت وسع الله لك وعليك فيما أعطاك، فتقول يعني ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الحضارة الغربية كلها الآن تقول هذه المقولة، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لكنهم ما قرأوا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سبحان الله. فالمؤمن الصادق عندما يسمع كلام هذا الرجل المتغطرس الذي يرى أن هذه الجنة لا تبيد وهذا النعيم لا يبيد وهذا المال لا يبيد وهذه الدنيا لا تنتهي، ويتألى على الله ويقول حتى إذا كانت هناك آخرة فيعني سوف أعوض خيرا لأنني يعني لست من أهل الفقر أو أهل الافتقار. الرجل المؤمن، هل تريد أن تكون من أي رجلين عندما يكون القرآن قيما عليك؟ يعني سبحان الله، تنظر إلى زوجتك التي جئت بها يعني من مستوى اجتماعي معين، تراه أنت أقل منك، مالي تراه أنت أقل منك، علمي تراه أنت أقل منك، فتنظر إليها طوال العمر بهذا الاحتقار، أو العكس، زوجة تزوجت برجل على قدر حال، لكن الله فتح له ويسر ورزق وأكرمه الله، وكان رجلا عصاميا وصارت له يعني بصمة في المجتمع، لكنها ما زالت ترى أنها يعني من طراز غير الطراز. النفوس الإنسانية مجبولة للأسف على شيء من الكبر، إلا من رحم ربي وعالج نفسه. زينب بنت جحش لما تزوجت زيدا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ترى في داخلها أن يعني زينب أمها صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلالة بني عبد مناف، وفي قناعتها أن زيد هذا معه جواز سفر لاجئ إلى مكة، لأنه بيع في مكة واشترته السيدة خديجة وأهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العبيد يهدون هكذا كالمتاع يعني، وآثر زيد أن يمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يعود مع أبيه وعمه. لما تزوج سبحان الله زينب رأت أنها أعلى منه نسبا وشرفا، ويشار إلى عائلتها بالبن، نفس القضية، يعني يسألك ما جنسيتك، ما عرقيتك، من أين أتيت، أين ولدت، سبحان الله، ما دخل المسألة، ما دخلها في صغير الأمر أو كبير. أنت تريد أن تعين موظفا نابها يقدم لك سيرته الذاتية، انظر إلى هل مؤهلاته العلمية تصلح لهذا المكان ام لا تصلح، ما دخلك انت انه افريقي او اسيوي او امريكي او كولومبي او سبحان الله، يعني ما دخل هذه الا بهذه النظرة، نظرة التعالي. يعني عبد الله بن مسعود لما رأى ابا جهل مجندلا في بدر وقع على الارض وطعنه هذا الشاب الصغير هو اخوه، ف عبد الله بن مسعود كان رجلا قصيرا يعني بلغة الاجسام قزم صغير ثلث ذراع، يعني من 50 لـ75 سنتيمتر، لكن يقول الحبيب عنه صلى الله عليه وسلم لقدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامة اثقل عند الله من جبل احد. المسألة مش مسألة اوزان. صعد ابن مسعود على صدر ابي جهل، ماذا يقول هذا الرجل؟ نفس القضية.
لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويعي الغنم. يعني ما زال ينظر الى ابن مسعود على انه ايه، لمن الغلبة اليوم؟ قال لله ولرسوله يا عدو الله. سبحان الله العظيم. قال يا هذا، مش يعني يأنف ان يذكر اسمه، خذ سيفي وجز رقبتي فانني لا احتمل ان مثلك يعتدي صدر مثلي، صدر الاعظم. سبحان الله، اله الا انت سبحان. شو الكبر؟ اذا الكبر يسوق صاحبه الى الهاوية. فانت لماذا تتكبر على زوجتك او اهلها؟ او لماذا تتكبر الزوجة على الزوج؟ سبحان الله، ربما هذا الزوج ناقص في كذا وكذا. يعني سبحان الله العظيم، لماذا هذا ما هذه الصفات التي نحن فيها؟ فاين القرآن القيم على حياتنا؟ الحديث يطول والوقت يسرقنا ويسحب البساط من تحت اقدامنا. نكمل حديثنا ان شاء الله بعد الصلاة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه. اللهم هدئ روع اخواننا في كل مكان يا رب العالمين، وانصر الاقليات الاسلامية في كل مكان يا ارحم الراحمين، وامن الخائفين في كل مكان، وانصر المظلومين. انت على ما تشاء قدير، ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من اصدق من الله قيلا. شبه نكمل الحديث بعد الصلاه ان شاء الله. وارجوكم ادخلوا هذا الاسبوع على الموقع الخاص بي لتروا وتعلموا هل انا موجود الجمعه القادمه او لا ان شاء الله رب العالمين. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، ملحوظات ثلاث قبل ان نبدأ الدرس. الحوظة الاولى، تعلمون ان صلاة الظهر اصبحت يعني مبكرا، يعني الاذان تقريبا 12:06 وبعدين ربما تتناقص، فارجو ان يراعى هذا، لان اليوم بعد اما بعد يعني نزعت نفسي ان اقرأ سورة قاف ونقيم الصلاة. السؤال، اذا قرأت سورة قاف استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ احيانا سورة قاف ويقيم الصلاة، الذين اتوا في 12:30 يا ترى والامام خلص صلاة هيضرب اخماس في اسداس، هيسأل الشيخ اصلي الظهر ركعتين ولا 4 ركعات؟ انا لن اجيب، لان احنا لسنا في درس الفقه. السؤال المطروح اصلا، اذا صعد ان الملائكة تجلس يوم الجمعة يكتبون الداخل الاول فالاول، فاذا صعد الامام على المنبر اغلقت الملائكة الصحف وجلست تستمع العلم او تستمع للعلم، يعني الملائكة سجلت دخول الوافدين الجدد ولا المسلمين الجدد ولا المصلين الجدد، ام انتهت عن كتابة الداخلين؟ طيب، اذا كان هذا المصلي جاء متأخرا ولم يكتب اسمه في الدفتر عند الملائكة، ما قيمة جمعته؟ طيب، الذي لم يحضر الخطبة اساسا وجاء بعد ان قال الامام اقم الصلاة، تمام، هل يا ترى يصليها ظهر 4 ركعات ام 2 ركعات؟ طب ركعتين اين الخطبة؟ هذا طرح ثاني. ملحوظة ثانية، ولكن رأفة ورحمة بالمتأخرين يعني قلنا هذه الخطبة من هذه الكلمات. المسألة الثانية، ما زلنا نكرر، انا لا ادري من اي
فقيه اتى بعض المصلين في هنا وفي المساجد ان لما الاذان يؤذن يقف واقف كده زي الصاروخ بتاع ايه مستعد للانطلاق. اول ما الامام الحمد لله يصلي. حد قال لك من الائمه لما تسمع الاذان لا تصلي ولما تسمع الخطبه تصلي؟ اين القران القيم؟ اين السنه القيمه؟ يا رجل يا مؤمن سبحان الله. العلماء الكبار يعني كانوا يخون مجرد كما قلنا مجرد اللحن. رجل دخل على عبد الملك بن مروان. عبد الملك كان عنده ارتكارية من ناحية اللغة. كان دقيق يعني كان دقيقا. فدخل الرجل ويبدو عليه خريج مدرسة لغات زي اولادنا. فماذا قال؟ قال ان ابينا نقولها كده. هي ان ايه؟ نابع الله ما شاء الله ده خريج مدارس عربية بقى بان عليكم مش خريج لغات. ان ابينا هلك مات يعني وترك مال كثير. هي وترك ايه؟ مال. لا لا الله اكبر. طب انا جاي ليه؟ طب انا جاي ليه بقى عشان طيب. وترك مال كثير فوثب عليه اخانا. هي وثب عليه مين؟ اخونا. تمام تمام اخونا سبحان الله. فاخذ مال ابانا يا فماذا تقول؟ عبد الملك هو اصلا عنده هو اصلا بتاع لغه. قال اخرجوه عني لا رحم الله اباك ولا نيح على عظام اخيك. سبحان الله لا اله الا الله. ولا بورك لك فيما ورثت. العسكري المسكين الشرطي يبدو من مش من اصول عربيه راح واخد الرجل يقول له اذيت امير المؤمنين. قال خذوه معك كمان يا ابني اذيت امير المؤمنين. فسبحان اذيت امير المؤمنين ازاي؟ ما هو فالرفع والنظر عند اولادنا الكلام ده لا يسوي شيء ولا سبحان الله العظيم. يا رجل يا مؤمن ده وقف امام عبد الملك شاعر وكان قتل رجلا زعيم في قبيله اسمه شبيب. فوقف الرجل يقول شعرا ومنا مرثد وقعنب والطفيل ومنا امير المؤمنين شبيبه. الكلام ده قدام مين؟ امير المؤمنين. من امير المؤمنين شبيب؟ هو في حد خد الامام الا كده؟ الا ده سبحان الله. قال ماذا قلت يا سياف؟ قال يا امير المؤمنين انت ما سمعت كان صوتي منخفضا. قال له ماذا قلت؟ قلت ومنا يا امير المؤمنين شبيبه. قال له فتحة ها انقذت الرجل من قطع رقبته. اصل ومنا امير المؤمنين شبيبه يبقى مين امير المؤمنين؟ شبيب. امال مين اللي قاعد ده؟ ده انت كده بتلعب في بتحط صباعك في مصدر الكهرباء صح ولا لا؟ ماذا خلق سبحان الله. ولذلك عمر بن الخطاب بلغه ان رجلا ماشي في السوق وكانوا بيدندنوا زي اولادنا بيدندنوا في الاغاني ويفتحوا السجاد. طب يا ابني انت عايز تؤثر على طبلة اذنك وتخلي ابوك ينفق عليك احنا ذنبنا ايه؟ سبحان احنا ما ذنبنا نحن. المهم فالرجل بيدندن في السوق الايه قال اسقني ماء زلالا. اسقني ماء زلالا فاني لا تسقني ماء زلالا فاني عشقت المدامة. يعني عشق ايه؟ عزكم الله الايه؟ الخمر. الموضوع وصل لعمر بن الخطاب ده ما حدش يلعب مع ممنوع. قال تعال انت الذي قلت كذا. قال يا امير المؤمنين المغتاب والنمام نقل لك الكلام خطأ. ما لازم ينقذ نفسه عينه بقى علق على مين؟ على النقال لان سبحان الله. قال له يا امير فاني قد كرهت المدام. قال له خلاص توكل على الله توكل على الله والله في اليرموك. بلغ رؤساء الاركان خالد بن الوليد ان في جندي من الجنود
معاه في المعسكر زجاجة خمر، ما رايحين يقاتلوا، ائتوني به، جابوه. فقال خالد: يا رب، أقسمت عليك بعزتك وجلالك إن كانت خمرا فاجعلها خلا. ده خالد نفسه، يعني هو مش شره لإقامة الحدود، مش شره لعقاب الناس، مش شره لترقب الناس، لا، سبحان الله. فلما جيء بالرجل قال: ما هذا يا رجل؟ قال: انظر أيها القائد، إنما هو خل. ففتحت فوجدوها خلا، قالوا: هذه دعوة خالد. يعني وخالد نفسه يريد ايه؟ الا يرى سوءا على الناس. انت تتمنى بالله عليه ان لما تراقب ابنك او بنتك تتمنى ان تسمع عنهم كلام سيء؟ ابدا، تتمنى انك تسمع الكلام الحلو، الكلام الطيب. وبعدين في نقطة: اذا شككت فلا تحقق. الله يرضى عنك، ليه انا نصحتك لا تفتح حقيبة زوجتك؟ انت بتفتحها؟ باب نصيحة ابوك لك ما تفتحهاش، عشان الحسنة ايه؟ بالحسنة هي كمان مش هتفتح المحمول بتاعك، لان فيه ما فيه، صح ولا لا؟ ودن فيه ما فيه، فمن كان محموله من سامسونج فلا يفتح حقائب الايه؟ المرأة. خلي بالك انت، يعني كده من كان، يعني سبحان الله، اذا كان بيتك من زجاج فيعني ولا تجسسوا. لا، هي تقول ايه؟ وتابعته وتابعت مكالماته ودخلت وعرفت مش عارف الرقم السري بتاع الحاسوب بتاعه، وعرفت انه بيتكلم، وعرفت انه عامل ثلاث تحويلات لاخته وتحويلين. بالله عليك، لما بحثت عن هذا هل جنت خيرا ام ربحت شرا؟ الرجل العربي دايما نقول للاخوات في المحاضرات وبناتنا، الرجل العربي طفل كبير لكن لا تستنفروه، يعني هو هادي وطيب ويعني وطيب، خلي بالك انت، سبحان الله، يعني بقى يعني فما لا تضغطي على النقطة الخطأ عنده، سبحان الله. مش الحرمة اللي صحت زوجها لصلاة الفجر، قوم يا ابو حسن قوم لصلاة الفجر، قال لها: انا تعبان اليوم هصلي هنا. قالت له: الشرع يقول لا صلاة للرجل الا في المسجد. قال لها: والشرع يقول ان انا ممكن اتزوج ثلاثة عليكي. قالت له: تحب افرج السجادة الصلاة جنب السرير ولا في الغرفة برا؟ سبحان الله، معنا فانت ان تلد الماء بماء اكيس ولا يفل الحديد الا الايه؟ الا الحديد. فلكن ما فيش داعي لهذه الايه؟ التعاملات الخشنة. اعود الى الملحوظة الثانية ولا الثالثة؟ الثانية. عايزين ملحوظة ثالثة؟ انتوا تحبوا النقد بقى، النقد بناء ان شاء الله. النقطة الثالثة: الخطبة عندما تسمعها يجب ان تعود لترى ايه النقطة الاساسية اللي تريد تطبيقها. انا عايز اقول نقطة: انت قل صحيح الى متى لا تبكي عيناي وانا اصلي، الى متى لا يخشع قلبي وانا اقرأ القرآن، الى متى لا يخشع جلدي عند ذكر الله، الى متى ادخل كهف الايمان، الى متى الى متى، تبتدي مرحلة جديدة من حياتك. فأولا: فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، خلاص. وبعدين سبحان الله العظيم، الإنسان في معية الله معه كل شيء، خلاص. ليه؟ لأن لما ذهب سيدنا موسى ليتعلم من الخضر، والله عجب عجب، من اعلم الناس يا رب؟ لانه هو قال لبني اسرائيل لما سألوه مين اعلم الناس، قال انا، انا اعلم الناس. من اعلم الناس؟ واحد من اولي العزم، نبي، رسول، كريم، يعني كل مواصفات الحسن موجودة في موسى ولا مش موجودة؟ موجودة. فلما قال: يا رب، ان كان من هناك من هو اعلم مني فدلني على شو الادب، في اعلم مني؟ قال: الخضر اعلم منك، اين اجده؟ عند ملتقى البحر، مجمع البحرين. سار الكريم مع يوشع: واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهم.
اتخذ سبيله في البحر سربا. المهم لما شعروا بالجوع اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال رأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. فاتخذ سبيله في البحر عجبا سربا، لان المتكلم هو الله. عجبا المتكلم هو يوشع، يعني سمكة ميتة، ها هو الطهور ماء والحل ميتة والبحر يعني. فالسمكة الميتة ان تدب فيها الحياة بالنسبة الى رب العباد الخالق امر عجيب ولا امر عادي؟ عادي. فقال الله عز وجل ايه سربا، لكن لما يوشع وهو بشر لما دبت الحياة في السمكة ها امر عجيب ولا مش عجيب؟ فاتخذ ايه سبيله في البحر ايه عجبا. المهم لما راحوا للخضر يبدو ان الخضر سبحان الله كأنما يعيش بيننا اخوان الدرويش والصوع لسه عيتا هو انك ميت وانهم ميت وهو ميت طبعا. فقال السلام عليكم ورحمة الله. قال يا موسى بن عمران وعليك السلام، وهل في ارضنا سلام؟ ده من كم الف سنة الخضر لم يرى في ارضه ايه؟ من اين يأتي السلام؟ عندما يسالم الانسان نفسه ويتسالم مع نفسه ويتسالم مع من حوله وقبل وبعد يتسالم مع الله رب العالمين. والذي ليس عنده سلام نفسي لن يستطيع ان يعطي للعالم سلاما، ما يستطيع ابدا. رجل خبير تسويق امريكي مشهور من 10 سنوات اعلن اسلام، فسئل انت ايه اللي خلاك اسلام؟ قال قرأت القرآن بمنظور تخصصي. منظور تخصصه لايه؟ التسويق. قال احنا دايما لما نسوق لبضاعة او منتج او كتاب اول شيء ما هي الاهداف الاشياء المستهدفة، مين المستهدفين بالايه؟ بهذا. هل الكتاب ده كتاب طفل، كتاب كبير، كتاب في العلوم الدينية والعلوم الشرعية العلوم الفكرية، وهل هذا المنتج هيبقى في الاثاث ولا في المقاولات ولا في الديكور ولا في الصناعة ولا في من هي الفئة المستهدفة، الفئات المستهدفة بالمنتج. فبعد المقدمة وسمى الفاتحة ايه مقدمة، قرأت في اول البقرة ان الفئات المستهدفة 3، المتقين والكفار او المؤمنين والكفار والمنافقين. والعجيب المتقين قلة والكفار ايضا قلة والمنافقين كثرة. فايقنت ان هذا كتاب من 15 قرنا لا يستطيع محمد ان يؤلفه، ما يقدرش محمد يؤلف هذا الكلام، لان دي فئة مستهدفة واضحة، وضح الاهداف وطول الصورة يتكلم مع الايه مع هذه الاصناف. المهم سبحان الله. فانا اريد ان اقول حتى احد الصالحين يقول احنا عندنا الامثال العربية هل فيها في القرآن؟ الله ما من مثل عربي الا سبحان الله وفيه في القرآن. طيب يداك اوكتا وفوك نفخ، ها ترجمة. 2 اخوة، واحد كده هادي زي حضرتك، واحد اهوج زي ناس تاني، خلاص يا استاذ سبحان الله. حبوا يعبروا النهر الناحية التانية ازاي؟ مفيش قارب. فجابوا قربتين زي بالونة كده، كل واحد الهادئ ده نفخها على تؤده وربطها ربط الجمدة عشان ايه تنتفخ هواء ويمسكها ويعوم بيها. التاني بسرعة زي اولادنا كده خلاص نفخ المهم وربطها ربط ايه ربطا سريعا. في نص المنتصف النهر بدأ الرباط يفك، بدأ الهواء ايه يطلع ما شاء الله عليك، الله اكبر عليك، الولد درس فيزياء الله اكبر، فالهواء يطلع الله رب ربنا يحميك يا ابني ما شاء الله لا قوة الا بالله تبارك الله. فبدأ الزبون ايه يغرق، فينادي اخاه النجدة الحقني، قال يداك اوكتا وفوك نفخ، يعني ايه يداك اللي ربطت وفمك اللي ايه. فقال له طيب دي في القرآن فين؟ ذلك بما قدمت ايديكم
وأن الله ليس بظلام للعبد. لا إله إلا الله، يا الله، سبحان الله العظيم. طب قالوا خير الأمور أوسطها، ولا تجعل يدك إيه مغلولة إلى عنق ولا تبسطها. قالوا طيب لا يجتمع ليثان في غابة. عمرك شفت غابة فيها ملكين؟ مفيش، لازم ملك الأقوى يقتل الإيه؟ لا يجتمع له. ولو كان فيهما آلهة إلا الله. فسألوه 40 مثل وهو يأتي في الفور والتو بالآية. نفسك أنت نكمل القصة كده، المهم ما علينا. فأنا أريد أن أقول أن سيدنا موسى لما دخل على الخضر وعدين بأدب غريب، نحن يجب أن نتأدب. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ده قدم ورق ايه؟ الاعتماد او ورق الالتحاق بالمدرسة. قال انك لن تستطيع معي صبر. لن، مش احتمال. ولذلك سبحان الله العظيم يقول والله ان ابناءنا فيهم اخلاق من قوم موسى. ليه؟ قال ما هو قوم موسى عندهم الملل. قالوا يا موسى لن ايه؟ لن نصبر على ايه؟ على طعام واحد. فاولادنا ايه؟ هو كل يوم لحم لحم. يا ابني يا حبيبي ده في ناس مش لاقي الخبز. لا اله الا الله. يا حبيبي احمد ربنا عشان لا تزول النعمة. اتق الله رب العالمين واشكر. جزاك الله خيرا يا ابت اللي تتعب وتجيب لنا. سبحان الله. لان الاولاد الف الرفاهية يضيع النعمة. اللهم اجعلنا من الشاكرين. لن تستطيع معي صبرا. لن. وكيف تصبر على ما مؤدب برضه، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. كيف تصبر على شيء انت لم تحط بعلومه؟ سبحان الله العظيم. يعني المعتصم لما جاءه الرجل وقال ان رجلا علجا من الروم لطم امرأة مسلمة محجبة، فصرخت ومعتصماه، فضحك الرومي وقال سوف يأتيك المعتصم على فرس ابلق. من باب الايه؟ السخريه يعني. يبقى قابلني يعني، واخد بالك انت. الرجل العربي النصراني ده من باب العروبه والشهامه نقل الكلام الى بغداد الى المؤلعز او قبل امينهم، فقص القصه. الوقت كان غير مناسب لاصحاب البساتين وبتاع. قالوا يا امير المؤمنين استنى نشوف المنجمين ماذا يقولون وقراء الفلك والارصاد. قال لا، لن تفتح حمورية الا في زمن نضج التين والعنب. المعتصم قال ده الكلام. فجهز جيشا فيه 30,000 فرس ابلق وزحف. حاصر عمورية شهرين في البرد حتى بدأ اليأس يدب في قلوب الجنود. فتنكر المعتصم ليلا. وبعدين شو انتم منصتين ازاي ما شاء الله، تحبوا القصة. انا احكي لكم بقيتها لما ارجع ان شاء الله من السفر. سكتين يا اخوة، ولا هو حدوتة اخر الليل فيه يا اخوانا. لا اله الا الله. المهم ده تاريخ. المهم يعني فتنكر ليلا فمر على رجل بيصلح السروج بتاع الايه بتاع الخيول. عنده ولد لم يبلغ الا 16 أو 17 عام، قد بقل وجهه. بقل وجهه يعني في ايه؟ يعني في وشه حب الشباب. ويدق على السندان. عارفين السندان؟ هناك حديدة تغرس في الارض على وزاويتها قائمة 90 درجة ولها شيء عريض مدبب يضعون الجلود عليها ويضغون عليها بالمطرقة. العلماء قالوا ان ايه؟ ان كنت سندانا فاصبر وان كنت مطرقة فاوجع. عجبتك دي؟ انت طول حياتك سندان، اصبر خلاص، ما تعمليش بتاع يعني. طول حياتك سندان، اصبر وخلاص واحتسب، خليها لله. كده بتطرق وكده بتطرق، خليها بثواب احسن. ان جالك الغصب عده جمايل خلاص. المهم فالولد بيطرق وفي راس المسامير في الجلد يعني، في راس المعتصم، في راس المعتصم. الراجل ارتبك، ده مسكين، ده في راس مين؟ امير المؤمنين. قال يا غلا اسكت،
ما لنا وما لأمير المؤمنين، كده دخلت في السياسة الله سبحانه، أنت مالك أنت أمير المؤمنين؟ قال هذا رجل عجيب. الوالد قال له ما عجبه؟ قال يضحك المنجمون عليه ويقولون إن العمورية لن تفتح إلا في زمن نضج العنب والتين، والله لو وكل الأمر إلي لدخلت أمام الجيش وفتحنا عمورية. إيه ده؟ إيه الصبي اللي سبحان الله؟ ده مش المعلم نفسه خايف، لكن الولد اللي مش عارف عنده شجاعة. فالمعتصم شاور على أشار إلى بعض من حرسه وقال هاتوا الولد. مش الجنون، لا سبحان الله. قال ماذا قلت يا بني؟ والله يا أمير المؤمنين أقول للرجل الذي أعمل عنده لا تسمع كلام المنجمين، وإنما لو وكلت الأمر إلي لقدت هذا الجيش إلى النصر. قال قد وليتك كي تقود الجيش. ومشي المعتصم خلف الولد وزحف الجيش على عمورية، وانتصر أمير المؤمنين والمسلمون وفتحت عمورية، وأحال المعتصم ليلها إلى نهار سبحان الله، وجاء بالمرأة وجاء بالرجل الذي لطمها، وجاء سبحان الله الرجل اللي لطمها ده كان عبد عند واحد من علوج الروم، فجاء بمالك الرجل وقال لها أنت عليك أن تقضي وأن تصدر الحكم. والمعتصم ينفذ، مش هو قالت له ربوا معتصماه انطلقت لم تلاقي نخوة المعتصم، رب في معتصمها يعني اخواننا اللاجئين وغيرهم، الله يكون في عون الجميع ويؤمن بلاد المسلمين ان شاء الله. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. شوف سيدنا موسى يعني عجيب يا اخي، صبر ايه ده؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا، تقديم المشيئة اهو، ولا اعصي لك امرا. لو سيدنا موسى ده تقمصته شخصية 2015، ها انت لا تعرف من تكلم من انت، ايه المؤهلات؟ انا عايز تطلع لي السيرة الذاتية بتاعت اللي خلفوك عشان انظر فيها ان كنت انفع ادخل في مدرستك ولا لا. انت مين انت يا جماعة؟ حد يقول يا يوشع خبر ده بقى انا عليه مش من هنا ولا ايه؟ بقى كده بهذا المنطق بالله عليك، صح ولا مش صح؟ لكن لا، سيدنا موسى ولن اعصي لك ان شاء الله اي امر تعمله. فشدد عليه قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. زي ابو حنيفة يقول ان اخذت رأيي فخذ دليلي، لما تاخذ الرأي خذ الدليل، هو ليه غير كده؟ سبحان الله. المهم اول ما مشوا ركبوا السفينة مجانا وخرقها، وبعدين نزلوا قتلوا الغلام، وبعدين عدل الجدار. فكل مرة يعترض، ما حاجة بصراحة تخلي اللي ما يعترضش يعترض، صح ولا لا؟ يعني لا اله الا الله، يعني اخرقتها لتغرق اهلها؟ اقتلت نفسا زكية او زاكية بغير نفس؟ يعني لو شئت لاتخذت عليه اجرا. التنظير التاريخي اللي اتكلمنا عليه الجمعة الماضية والتحقيب المعرفي، الحوادث الثلاثة اللي تعجب منها موسى، نسي انه حدثت له من قبل. طبعا انتوا عارفين، طب اذكركم، بس اذكركم باب التذكرة، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمن، وانتم من المؤمنين ان شاء الله. انت يا موسى خايف من ايه لما اقتلع اللوح؟ يخاف من ايه؟ من الغرق. طب وانت كنت طفلا وامرنا امك ايه اذا خفت عليه فايه؟ مش فاحضنيه، مش فخبئيه، لا، فضعيه في الفراش في السلام، فالقيه في الايه، فاخذفيه في التابوت، فاخذفيه في الايه، في اليم. طيب من الذي كان يراعي الصندوق الصغير اللي وسط الماء كي يعبر هذا الرضيع الى الطرف الاخر حيث يصل الى عدو له وعدو لله؟ رعاية هذا القارب ورعاية هذا الصندوق من؟ هل هي قدرة موسى على العوم والسباحة، ولا انما هي رعاية الله اولا واخيرا؟ كلنا في هذه الحياة نحن الرضيع موسى في بحر الحياة لا عاصم لنا الا الله. كل الحياة بهذا المنطق، حياتنا احنا في بحر الحياة
الله عز من رحمته يكلأنا بعنايته ويستحفظنا بعنايته سبحانه وتعالى من حنانه وحنوه ورحمته علينا، العطف الالهي والحنان الالهي سبحانه وتعالى. المهم ادي القصة، يبقى اذا اللي حماك وانت رضيع ها يا الله يبقى احميك ايه وانت كبير، صح ولا لا؟ ولا يولي عنه حمايتك. طيب 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 النقطة الثانية، قتلت نفسا زكية بغير نفس، طيب ايش عرفك ان الرجل القبطي المصري ها لما قتل الرجل من شيعتك ها فوكزه موسى فايه؟ طيب والخضر قضى على الرجل، قصة وقصة تنظيره. طيب الثالثة، قال لو شئت لاتخذت عليه اجر، الرجل دي قرية بخيلة ورفضت ان تبيع لنا الطعام او ان تطعمنا او 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 سبحان الله، فنعمل ايه؟ لو شئت لاتخذت عليه اجرا. انت لما سقيت للبنتين ووجدت المفاجأة المذهلة ان هناك امرأتان عاملتان في مدين، الله يرضى عليك لما تلاقي امرأتان مش عاملتان في بلدكم بديني خبر عشان نسألهم يدعوا لنا دعوة وهم قاعدين في البيت محترمات كده. المهم اللي هو نزلت فيهم الآية وقرنا في، طب اقول لك شيء، انت ابو حسن وابو محمود وابو عبد الله وابو جاسم، لو نزلت فيك الآية قال لك قر في بيتك، تقر ولا ما تقرش؟ في حد يكره الراحة؟ لكن لا. المهم علينا، خلينا احنا مع بنات موسى، مع البنات اللي مع موسى. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى. المهم فسقى لهما ثم تولى الى الظل وقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. هل يستغني الانسان عن كرم الله وفضله؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد سبحان الله. قضية يا موسى، انت لما جلست في ظل الشجرة ودعوت رب العباد ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، جاء الفرج بعد ما كان واحد سبحان الله بقى داخل اسرة، بعد ما كان خائف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، بعد ما كان جيله اعزب سبحان الله العظيم الرجل نفسه من كرمه اللي عرض عليه قال له اني اريد، ويخيره كمان ايه العز ده ها اني أريد. طب خلي راجل صاحب العمل عندك يقول تعالى يا ابني ها انت متزوج، يقول ما بلاش الاسئله دي انا عندي بنتين. المهم يعني اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، يعني قدم شيء يعني، فان اتممت 10 فمن عندك. فهو سبحان الله العظيم المراه الصالحه تخطب الرجل الصالح لنفسها، بس لا في الزمن ده ما اقولها لا يا بنت ما ايه ما تتجرئيش على كده. انا زمان في بداية السبعينات بدأنا نعقد للاولاد في المساجد واعدنا سنة كانت اميتت في مصر بان العقد يكون في المسجد والناس كلها ايه تشهد ويدعو بالخير وكده. فالولد عيني مسكين خريج الجامعة من الجامعات اياهم دول 3 كلمات مش عربي والكلمة الرابعة مش عربي. المهم الولد فقول له يا ابن اللقين الشهادة، قول يا ولدي حط يدك في يد حماه قول له اني، يقول اني كلمة كلمة استخرت الله، يقول استخرت الله سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى، يقول ان تزوجني، يقول ان تزوج الشيخ عمر. يا عم انا متزوج، انا متزوج يا ابني، هو اخذ النص يا ابني قول زي ما اقول كده، ما فيش داعي تودينا في خبر. انت تزوجني، قول انت تزوجني، انت مالك انت بتزوجني وانت ولي علي انت. المهم انت فسبحان الله العظيم اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تؤجرني. هي نفسها قالت يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. فاذا يا موسى يا كريم الله، انت لما كنت فقير في هذه اللحظة كنت ايضا فقير في قرية الياء عندما دخلت اليهم مع الخضر ويوشع ورفضوا ان يضيفوكم ورفضوا سبحانه فابوا ان يضيفوهما. ابوا، البخيل بيعمل امتحان قبول للخدم عنده في البيت الطبخين فيقول فرض، بيسألهم سؤال فرضنا جدلا انك اتيت لي بالطعام وطرق الباب طارق، ماذا تصنع؟ قال افتح الباب. قال اتكل على الله انت ما تنفع. فجاء الولد الاخر ها اذا اتيت لي بالطعام وطرق الباب طارق،
قال ادخل بالطعام فاخبئه اولا ثم افتح الباب. قال انت بقى وليناك الايه وليناك انت اللي تنفع في البيت والعياذ بالله. نسأل الله ان يعيذنا واياكم من البخل. سبحان الله. والله ابخل البخلاء من يبخل بالسلام. تقعد في بيتك مع زوجتك زعلان منها واخد منها جنب ولا تكلمها بالاسبوع والاثنين، هذه ليست بيوت، هذه قبور. فكريم الله موسى دخل بهذا الادب على سيدنا الخضر وتعلم منه، ثم قال له بعد ان خالفه في امور ثلاثة: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اما الغلام اما السفينة، وشرح له بقية القصة. نحن والقرآن قيم، ماذا نكتسب من هذا؟ نكتسب من ادب العالم مع المتعلم، وحنان العالم على المتعلم، وادب المتعلم مع العالم. ثم جاءت قصة ذي القرنين، وكيف ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اتيناه سببا فاتبع سبب اتبع تبع الاسباب واخذ الاسباب. لكن يبدو ان الجماعة كما قلنا من قبل رحلهم ذي القرنين كان فيهم يبدو جينات عربية، كانوا عايزين خبير اجنبي، ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، فأن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. وبعدين جابوا زبر الحديد والقطران والمواد الأولية اللي موجودة عندهم، يعني المواد الخام عندهم ولا استوردوها؟ عندهم. ومين اللي عمل السد؟ هم. الله، طب اللي عليك عايز تعليق الكلام ده؟ مش عيب علينا؟ لا إله إلا الله، انتظر لا إله إلا الله. ما هم اللي عملوا كل شيء، سبحان الله العظيم، هم اللي جابوا المواد سبحان. بس احيانا يحتاج الانسان الى القياده الراشده او الاداره الراشده. احبتي في الله، تطلع من ظهر الجمعه ومن صلاه الجمعه ان يصير القران قيم عليك، قبل ان تتحرك، قبل ان تتكلم، قبل ان تتصرف، قبل ان تاخذ قرارا، اجعل القران حاكما لك او حاكما معك او حاكما عليك. عندئذ سوف ترسو على يعني ساحل السلامة إن شاء الله رب العالمين. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالتقوى، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وغمومنا، وأن يشرح به صدورنا، وأن يرنر به قبورنا، وأن يضيء به على الصراط أقدامنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأن يكون شافعا لنا في الآخرة يا رب العالمين، وأن نكون من التالين له آناء الليل وأطراف النهار، والعاملين بآياته كما أمر رب العباد سبحانه وتعالى، وأن يهدي الله أبناءنا وبناتنا لحفظه وللعمل به، وأن يجعل أمتنا الإسلامية أمة قرآنية تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وكبيره، وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.